دلوقتي عايزه اوريكي تقرير عملته زميلتي ساره فؤاد المتوحشه. راي الشارع لما قلنا لهم احنا هنستضيف دينا. بشوف ساره بتحبني ولا لا؟ ما هي ممكن تروح تجيب راي الشارع اللي ضدي وراي الشارع اللي معايا. الحركات دي بقى انا عارفه حركات. احنا مشينا في الشارع وجبنا اللي لقيناه. انا اضمن لك ساره برقبتي. معانا الفنانه دينا على الهوا دلوقتي، تحب تقول لها ايه؟ مش عارف. تحب رقصها؟ اه بحب رقصها. رقصها جميل وبصراحه بنتمتع برقصها. لا بطل رقص. تحب رقصها؟ بحب رقصها. وفي عبده برضه حلو. طيب ايه رايك في رقصها؟ ممتاز. رقصها ما بحس ان هو ما فيهوش شيء من الخلاعه. بتحب رقصها ولا بتحبش رقصها؟ معقول. خايف من مراتك؟ لا. لا هي جميله صراحه. تحب رقصها؟ بس ما توسعهاش قوي. ما توسعهاش ازاي؟ يعني ما تسعهاش قوي من تحت في الحته الفاتحه اللي بتفتحها من تحت دي. لا ان كنت انت مقتنعه بالحاجه اللي بتعمليها عادي، خليكي في اللي انت في الشغل اللي انت بتعمليه. انت عامه بتحب الرقص الشرقي؟ اه طبعا، تحيه كاريوكا، الجيل القديم كله. دهن في العتاقي برضه. طبعا. هي كان ليها ادوار معينه ونامل ان شاء الله اللي هي يعني تاخد حاجه في دور رابع العدويه. ايه رايك يا دينا؟ انت قعدتي تضحكي قوي عليا، قال لك ما توسعيهاش قوي كده. انا مش عارفه ايه هي ايه؟ ما توسعيهاش قوي كده. فتحة بتاعت الجيم. لما بصور سينما او حاجه بتتعرض بيبقى مقفول خالص. خلاص خالص؟ اه ما عنديش ولا فتحه. ما بيبانش ولا حاجه من فوق ولا مقفول؟ اي حاجه كله من فوق مقفول ومن تحت كده مدور يعني. بس كله مفيش بطن عريانه، مفيش فتحه في الرجل، مفيش حاجه. بس شفتي الناس الرجاله اللي مكسوفين وخايفين من مراتاتهم؟ اه لا يعني بقول لك شفتها. اه كويسه يعني. ما حصلش مشاكل قبل كده بسببك مع اتنين متجوزين؟ خالص. كنتي بترقصي في فرح؟ عايزه اقول لك ان الستات في الافراح بيحبوني اكتر من الرجاله. انت هتقولي بقى دور الراقصه والسياسي لما نبيله عبيد قالت الستات بتحبني اكتر. بتتفرج عشان تتعلم. انا بشوف في العينين، انا دارسه فلسفه. انا بقرا الناس، اعرف اقراهم كويس. الستات بتحب الرقص واللبس والالوان. ما بيغيروش؟ في منهم طبعا بيغيروا، بس انا بكلمك عن الناس النورمال، ما بكلمكيش على الاب نورمال.